قول: هل يجوز للمسلم أن يحب مشركا من باب أنه حسن المعاملة مع أنه يبغضه لكفره وشركه؟ كيف يحبه ومع أنه يبغضه؟ ما يجتمعان، ما يجتمعان. ما يحبه لأجل وفائه ولأجل حسن معاملته كما يقول السائل، عندها الكفر أشد منه، لأن فيها من الناس الآن من يقول للكفار أحسن من المسلمين، لأن الكفار عندهم معاملات طيبة. نقول عندهم الكفر، لو عندهم من أمثال الجبال من المعروف ما ينفعهم هذا مع وجود الكفر. المسلم خير من الكافر، مهما كان المسلم خير من الكافر، ولو كان المسلم متأخرا كما يقولون، ولو كان المسلم جاهلا، ولو كان المسلم خير من الكافر على ما يكون عليه المسلم. نعم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم.